هلا إلي نعيمة مقطع لي هيك نهفة، بس ما فينا نقول على الهوا، قال نحن مش من أصول لبنانية وفينيقية. عبدو إيه ايه افضل ما تقولها لانك خبرتني اياها تحت الهوا. خلينا نروح عند استاذ محمد كنج من مصلحة الارصاد الجوية بمطار بيروت الدولي. صباح الخير استاذ محمد. صباح النور يا هلا. يعطيك العافية. هلا رح اقول لعبده يبعث لك اياها تحت الهوا لانه بعرف انه ما رح يعني ما رح يرتاح الا ما يسمعك اياها للكتاب، بس محضورة محضورة. هلا يبعث لك اياها تحت الهوا افضل. افضل اخذها على العشاء وعزمها ومبسوط هو اياها. بعد ما خلصوا العشاء قال لها حبيبتي بجيب لك وايبس، قالت له لا ما بقى قادر احط شيء بتمي. اوفر. اوفر ايه. تأسى للساعات المقبلة الغيوم تتلبد. صحيح، بعد في عنا احتمال امطار بهالاثناء، الرادار عم يعطي انه في عنا امطار وخلايا رعديه بين صيدا وصور. الساحل الجنوبي كله تقريبا في خلايا رعديه، ويمكن في بعض الامطار بعض صيدا. نعم، بس هذا الرادار ما بيعمل ضبوطه. لا. اليوم في بعد عندنا طقس متقلب بالمناطق الجنوبيه، في عندنا احتمال امطار والمناطق الداخليه، اذا عم نشوف المناطق الداخليه في امطار خاصه بفتره بعد الظهر. بيروت ما مبين عندنا طقس غائم بالاجمال، والمناطق الشماليه كمان مبين طقس غائم. طقس اليوم بلش غائم جزئيا لغائم دون تعديل يذكر بدرجات الحراره، امطار خفيفه متفرقه خاصه بالمناطق الجنوبيه والداخليه. بالنسبة لبكرة قليل الغيوم إجمالا وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، والسبت استقرار بدرجات الحرارة تقريبا وما في أي تعديل يذكر، قليل الغيوم بالإجمال. بالنسبة لدرجات الحرارة على الساحل اليوم بين 16 و 26 درجة، بهالأثناء ببيروت هي 20 درجة، الجبال من 11 ل 19 درجة، والداخل من 8 درجات ل 20 درجة. هون عم نشوف الأمطار اللي تساقطت بطرابلس، صرنا بحدود ال 120 117، المعدل هو 100 ملي. بيروت اذا بنشوفها كمان بحدود ال 67 ملي، المعدل هو 89. زحله مشحله 97، المعدل 51 تقريبا الدوب. بالنسبه للرطوبه بين ال 50 وال 85% اليوم، الهواء منه ناشط بحده الاقصى بحدود 30 كيلومتر بالساعه بالاجمال اللي عم بيكون جنوبي غربي لجنوبي شرقي. الحرارة سطح المي 25 درجة، وساعة شروق الشمس 6:05 دقائق، الغروب 4:38 دقيقة. هيدا كل شيء اليوم. يعطيك العافية يا أستاذ، بدنا نشكرك ونقول لك دايما الله يقويك أنت وكل الفريق العام بمصلحة الأرصاد الجوية بإدارة طيران المدني بمطار بيروت.